السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي في فيديو جديد من قناة مستر أشرف عابد. تكملة لسلسلة مراجعات نهائية في اللغة الإنجليزية شرحنا يونت 1 و2 بطريقة جميلة جدا, وسؤال الرايتنج سكيلز. اللي ما شافش الفيديوهات دي هسيبهم لك تحت في الديسكربشن وهسيبهم لك في أول تعليق, وكمان هسيبهم لك على جروب الواتس وجروب الفيس لو حد محتاج أي سؤال يبعت لي. النهارده ان شاء الله بقى تكمله للسلسله دي هنشرح يونت 3. يونت 3 يا شباب هنلخصه بطريقه جميله جدا على البورد وهسيبهم لك تحت في الديسكريبشن برضو. الصوره بتاعه البورد هتفهم منها كويس جدا. وكمان عملنا يونت 4, بس يونت 4 هنأجله المره الجايه. عشان يجي لك يونت 4 انزل دلوقتي اشترك وفعل الجرس وسيب لي كومنت. اشوفكم على خير, يلا بينا نبدا يونت 3. يلا شباب مع بعض كده. اول حاجه عندي في يونت 3 بيتكلم عن حاجه اسمها ريلاتيف كلوزز. يبقى ده يونت كام يا جماعه؟ يونت 3 بيتكلم عن الريلاتيف كلوزز. ايه ضمائر الوصل دي بقى يا مستر؟ ضمائر الوصل دي يا استاذ عبد الرحمن بنستخدمها عشان ما نكونش عاوزين نكرر الاسم او الضمير. انا قابلت عبد الرحمن وجيت قلت جمله ثانيه عبد الرحمن بيكون شاطر, وانا كده كررت مين؟ عبد الرحمن. كررت الاسم, ممكن هو بيكون شاطر يبقى يحط عليه الضمير. عشان ما تكررش الاسم او الضمير بنستخدم ضمير الوصل. طيب ايه ضمائر الوصل اللي عندي؟ انا عندي يا مستر ضمائر الوصل عملها لك بخريطه ذهنيه على الصابونه بطريقه سهله خالص, وهسيب لكم الصوره دي تحت في اول تعليق وكمان على جروب الواتساب وجروب الفيس اسمه دروس انجليزي مجانا مع مستر اشرف عادل. طيب هسيب لك الكلام ده بطريقه سهله خالص وبسيطه عشان تاخد سكرين شوت منها وتبدا تحفظها كويس. اول حاجه عندي هو وذات. عند مين يا شباب؟ هو. طيب وعندي هو هوم وذات, اللي زاد عليها هنا ايه؟ هوم. عندي ويتش وبرضه معاها ذات. عندي هوز. طيب عندي وير وعندي وين. ها وعندي وات وعندي واي. طيب وعندي حالات حذف ضمير الوصل. ده كده يونت 3 كله بطريقه سهله خالص وبسيطه. طيب ركز معايا, انا بستخدم ضمير الوصل قلت لي مكان الاسم او الضمير الايه؟ المتكرر. تاني حاجة بستخدم ضمير الوصل ده يا مستر عشان بحطه بعد الاسم المراد وصله. المراد يا شباب؟ يبقى بعد الاسم المتكرر. بعد الاسم المتكرر. تاني حاجة بستخدمه بعد الاسم المراد وصله. تالت حاجة لو جيت قلت لك إن ده بيحل محل الفاعل يعني هيجي بعده فعل. هيجي بعده يا شباب؟ يعني إيه؟ جملة كده بسيطة يعني لو جيت قلت لك مثلا I met, أنا قابلت the man الرجل, وجيت قلت جملة تانية هي is poor, هو بيكون فقير. السؤال بقى لما اجي اقول لك حط لي هو, فانت تحسب المتكرر اللي هو مين؟ ايه واحط هو. قال لي هو, بص ركز معايا, هو دي حاله محل مين؟ ادي الفاعل وادي الفاعل وادي المفعول. شاطر يقول لي هو دي حاله محل مين؟ الفاعل. لما اقول لك ان هي بتحل محل الفاعل يعني يجي بعدها ايه؟ الفاعل. بص الفكره دي فاهمين يعني ايه؟ محل الفعل يعني بعدها فعل. طب بص كده لو قلت نفس الجمله قلت اي ميت ذا مان, وجيت قلت الجمله الثانيه قلت اي جيف هيم, انا اديت له ماني فلوس. انا هنا بقى يا مستر ايه اللي عايز على الراجل؟ هم. ده كده فاعل ولا فعل ولا مفعول؟ مفعول. قال لي انا لما احط هو بعد برضه زمان بعد الاسم المراد وصله على طول, قال لي بس حاله محل مفعول جه بعدها مين؟ فاعل. يبقى الجملتين دول بقول لك بتحل محل الفاعل يعني بعدها فعل, بتحل محل المفعول يعني بعدها فاعل. وصلت كده؟ طيب دي شويه حاجات بسيطه خالص انا عايزك تبقى فاهمها بس. طيب لما نيجي بقى نحل, هنبدا اول حاجه عندي في هو ذات. هو ذات دي بستخدمها يا باشا مكان مين؟ مكان الاسم, مكان المحل الفاعل العاقل او المفعول العاقل. ها طيب لو قلت لك محل الفاعل العاقل يعني بعدها ايه؟ فعل. زي اللي احنا قلناه هنا اهو. طب ركز معايا كده فور اكزامبل. ها ذا بوي الولد, بص ركز معايا اهو, ذا بوي سبيس بروك. ركز معايا, ادي عاقل وادي فعل, يبقى هاخد مين؟ هو. قال لي ممكن مين تاني يا استاذ عمر؟ ذات. طيب يلا يا استاذ محمد بيقول لي هنا انا ممكن انا ما استخدمش ذات لو في قامتين. خلي بالك معايا في قامه وقامه ما استخدمش ذات. ركز معايا كده بص, ماي انكل هو وركس, ودي اسمها اديشنال انفورميشن, معلومات اضافيه. بقول لك انا قابلت عمر اللي عايش في القاهره بيكون دكتور. اهم حاجه ان عمر بيكون دكتور, لكن اللي عايش في القاهره اسمها جمله اضافيه, فبتحطها لك بين فصلتين. لما اشوف انا الفصلتين دول بقى ما اختارش مين؟ ما اختارش ذات. خلاص كده يبقى انا هاخد هو او ويتش او حسب طلبه. طيب قال لي ما يعقل عقل, يبقى انا هاخد مين؟ هو. قال لي ما ينفعش اخد ذات تاني, يبقى انا هحط مين يا استاذ؟ هو. ليه هو؟ عشان فيه كاما وادي كاما. وصلت؟ طيب حلو, هنبتدي على الكلام ده دلوقتي. نيجي بعد كده ايه تاني للعاقل؟ قال لي هيزيد عليهم هنا, انت قلت لي هو ذات اهو, زاد عليهم هنا ايه؟ هوم. قال لي هوم دي تحل محل مين؟ قال لي يا باشا بتحل محل المفعول العاقل. ايه ده؟ بتحل محل المفعول ايه؟
آه. يا استاذ عمر لو تدي محل المفعول اكل يعني بعدها ايه؟ فاعل. بعدها يا شباب بص كده معايا الجمله دي اهو. ذا بوي الولد سبيس وي بانشد اللي احنا عاقبناه المفروض وي بانشد هيم فشان هيم اللي بتكرر بنشيله خلاص ميد ميني مستيكس عمل اخطاء كتير. السؤال بقى هنا ده ايه؟ ده يبقى ناخد مين؟ قال لي ينفع هو زي اللي فوق اه وينفع ذات تاني ماشي. قال لي اللي يزيد عليهم مين؟ هم. يبقى الشاطر اللي يقول لي يبقى هم دي بستخدمها لما تحل محل المفعول يعني بعدها او في او في يا مستر حرف جر بعد العطف. يعني لو قلت لك ذا بوي ان وذ الكلام ده اخو برضه هم اخو مين يا شباب؟ هم. طيب برضه ما نستخدمش ذات لو في قامتين يبقى انا بص باخد هو او هم خلاص؟ نفس المثال اللي فوق بتاع ماي انكل لو ركز معايا اهو انا قلت ماي انكل هو وركس از ا تيشر شغال مدرس از لافد باي مينينج باي ميني بيبل المدرس عمي اللي شغال مدرس محبوب من ناس كتير اهم حاجه ان عمي بيكون محبوب. طب ماي انكل اي لاف اللي انا بحبه خلاص وركس از ا تيشر عمي اللي انا بحبه شغال مدرس اهم حاجه ان عمي شغال مدرس قال لي تقريبا هنا فاعل صح؟ قال لي هنا ينفع مين؟ قال لي هو وهو. يبقى باختصار يا مستر كده هو بتحل محل الفاعل والمفعول هم مفعول بس. تاني هو بتحل محل الفاعل والمفعول هم مفعول بس. طب الشاطر يقول لي لو في ذات عندي في كونتين يبقى اسمها اديشنال انفورميشن معلومات اضافيه ينفع نختار ذات؟ لا لا. وصلت كده يا شباب؟ عرفنا هو هم. طيب نبدا نقولهم كلهم مره واحده وبعد كده هنحل عليهم دلوقتي من العصر ونقسقس في حاجه حاجه سهله كده. طيب نيجي الويتش. ويتش دي بستخدمها يا مستر مع غير العاقل. بتحل محل غير ايه؟ غير العاقل. اشتريت عربيه، العربيه بتكون جميله خلاص؟ عربيه بتكون جديده. يبقى اللي عايد على العربيه ده غير عاقل بحل محل ويتش او ذات او ويتش او ايه؟ وانت قلت لي ذات ما استخدمناش لو في ايه برضه؟ كونتين. طيب حلو قوي. طب ركز معايا كده ذا كار العربيه ماشي. ها ادي اهو بيجيب لي السؤال كده بتاع ذا كار سبيس ايسن ووز درايفنج اللي ايسن سايقها ووز فيري فاست سريعه جدا. قال لي ده كار ده ايه؟ غير عاقل. غير عاقل يبقى ناخد مين؟ ويتش. وناخد مين تاني؟ ذا. طب لو في كار؟ ما ناخدش ذا. ما ناخدش ذا. وصلت كده؟ طيب ممكن ويتش تعود على جمله كامله. هي كانت رايت ات اول مع انه ما بيعرفش يكتب خالص. ويتش سربرايزد مي. ويتش نعيد على الجمله دي كلها. ويتش عايد على ايه؟ على جمله كامله. في مشكله دي؟ طيب حلو قوي. نيجي بعد كده الهوز. فوز دي تيجي مع ملكيه، يعني ايه ملكيه؟ لما انا الاقي في النقط كده يا شباب بص كده معايا، الاقي بعد النقط اسم مملوك. وهنا مالك. الاسم ده مال مملوك لده. الست اللي شنطتها خلاص؟ ووز ستولن اتسرقت، ووز انجري كانت غضبانه. يبقى هنا يا شباب الاسم ده مملوك لده، يبقى هقول ووز. يبقى لما يجي يقول هنا عبده وهنا كار عربيته خلاص يبقى ناخد مين؟ هوز. يبقى هوز يا جماعه دي للملكيه. يبقى تاني يا شباب كده يبقى انا عندي يا باشا هو بتحل محل العاقل العاقل فاعل عاقل او مفعول؟ عاقل لكن هم مفعول بس لو قلت مفعول بس يبقى بعدها فاعل. طيب ذات يا مستر بتحل محل العاقل وغير العاقل بس ما استخدمش لما يبقى فيه ايه؟ كونتين فصل. حلو قوي. هوز مكان المال كده. نيجي وير سريعا كده. وير يا مستر قال لي دي مكان المكان بتحل محل ايه؟ مكان. يعني ايه يا مستر؟ قال لك انا خلي بالك بقى الناس بتتلخبط كتير في بين وير ويتش. لو انا رحت اسكندريه وجيت قلت ايه مثلا؟ ها؟ I went to Alex انا رحت Alex وحطيت سبيس كده فتقول لي Alex ده كده غير عاقل. صح؟ او مكان. طب ناخد هو وير ولا ناخد ويتش؟ ناخد وير ولا ويتش في الجمله دي؟ على حسب. قال لي مثلا حسب والله لو بتدل على مكان اعرف ان هي مكان وغير عاقل. لو بتعمل حاجه هو المكان ده انا عايش فيها خلاص رحت صيفت فيها خلاص عملت اي حاجه في اسكندريه يبقى ده كده عايد على مكان يبقى وير. طب بوصفها بتقول از فيري بيوتيفول انا كده بوصفها يبقى كده ويتش. وصل؟ طيب تعالى بقى ركز معايا كده اديني مثال. ذا هاوس البيت البيت I live اللي انا عايش فيه is very old مش انا بعمل حاجه فيه؟ طيب حلو قوي انا اعمل ايه هنا؟ وير. السؤال بيقول لو ما كانش فيه I live خد is very old على طول. بوصف البيت يبقى ناخد ايه؟ ويتش. طيب ركز معايا كده. The house space I live in
لو في حرف جر يا استاذ عمر خلي بالك معايا توتين وير وتين ويتش بلس بريسيجن يعني ايه بلس بريسيجن يعني زائد حرف الجر زائد حرف ايه الجر اقول لك ان وير بتساوي ويتش ومعاها حرف الجر يعني لو جيت قلت لك ذا هاوس او هنا ويتش رغم ان الجمله اللي بعدها تعمل عايش فيها اهو مكان يبقى ويتش بتحل محل وير المكان بس بشرط وجود حرف الجر في الجمله خلاص طيب حلو ذا هاوس وممكن اقول ان ويتش يعني يا شباب ويتش خلي بالك معايا يبقى انا عندي وير مكان حلو هنا على طول مكان طيب ممكن اسويها بمين بس بشرط وجود حرف الجر ان هنا اهو او اب قبل ويتش طيب حرف الجر حسب حسب معنى ايه الجمله طيب نيجي وين برضه وين مكان الزمن ظروف زمنيه يا مستر واي حاجه بتدل على الزمن اوجست از ذا مانس الشهر يبقى على طول اخد مين وين قال لي ممكن اقول ويتش بس بشرط وجود حرف حرف جر طيب اديني مثال اوجست از ذا مانس ان يبقى هاخد مين هنا ويتش جدع يبقى احنا قلنا كده اهو للعقل خلاص هو للعاقل ويتش غير العاقل ذات العاقل وغير العاقل وين للمكان وين للزمن طيب قلت لي شويه ملاحظات كده بسرعه قلت لي ان ويتش هتساوي مين وير وتساوي وين بس بشرط وجود حرف الجر وصلت كده طيب حلو قوي نيجي ذات قال لي نستخدم ذات بعد ايه يفضل استخدام ذات بعد ايه ميني ماتش فيو ليتل اسمع ميني ماتش فيو ليتل اول اني ناثينج سمثينج قولهم تاني كده ها ميني ماتش فيو ليتل Many much of you little, all any none, nothing something. ها؟ ملون تاني. Many much of you little, all any none, nothing something. قال لي الحاجات دي لما اشوفها تستخدم مين؟ زاد. طب ايه تاني؟ قال لي بعد صيغه التفضيل. بص معايا كده. The this is the best book يبقى هاخد مين هنا؟ زاد. قال لي بوك ده غير ممكن اخد ويتش. قال لي اه ماشي بس في صيغه تفضيل يبقى يفضل تاخد مين؟ ذات ده باختصار طبعا طب نيجي عند وات وات تيجي معنى ما هات طب معنى الجمله بص كده اي دنت اندرستاند انا ما فهمتش وات هي هاد سيد اللي هو قاله خلاص طيب واي واي دي يا مستر بتيجي بتساوي كلمه فور ويتش يعني بتيجي بعد دايما كلمه ريزون ذا ريزون واي السبب ليه ها خلاص هي ووز ايه اللي هو كان مريض هازنت بين نون يت تمام كده يا شباب؟ طيب حلو قوي. نيجي بقى لحالات حذف ضمير الوصل. حالات حذف ضمير الوصل، امتى اشيل ضمير الوصل؟ قال لي والله omitting the relative pronoun. omitting the relative pronoun يعني حالات حذف ضمير الوصل. طيب قال لي بتحذفها لو بتحل محل المفعول. شاطر يقول لي لما انا اقول لك بتحل محل المفعول يعني بعدها ايه؟ فاعل جدع بتحل محل المفعول يعني بعدها ايه؟ قال لي في الحاله دي يمكن حذف ضمير الوصل. عرفنا كده؟ اديني مثال. ذا بوي المفروض ذا بوي ناخد مين؟ هو صح كده؟ طيب وي طب وي ده فاعل صح؟ قال يمكن حذف ضمير الوصل واقول ذا بوي وي بانشد على طول الواد اللي احنا عاقبناه يسترداي ووز ا لاير كان كاذب بص يا شباب طيب مين شاطر يقول لي؟ يبقى بتحل محل المفعول يبقى هو هم ويتش وذات لو جت بتحل محل المفعول يمكن حذف اهو تاني حاجه بنحذف هو ويتش لو بعدها فيرب اي ان جي مستمر ازاي؟ ذا بوي المفروض اقول له هنا هو از سيتنج الولد اللي قاعد بسايد مي جنبي از انتليجنت بيكون ذكي الولد اللي قاعد جنبي بيكون ذكي قال لي انا ممكن احذف هو واحذف كمان الفيرب تو بي يبقى تاني حاجه يبقى اول حاجه قلناها محل رفع يعني بعدها ها فاعل تاني حاجه لو جت فيرب تو بي والاي يبقى نحذف ضمير الوصل والفيرب تو بي. تالت حاجة لو بعدها مجهول نحذف الفيرب تو بي ازاي؟ ثانية اللحمة ده عقل ولا غير؟ غير يبقى هو كده ويتش التي ووز ايتن اتاكلت قال لي بص بقى هنشيل ويتش ونشيل كمان ووز يبقى صيغة مجهول نحذف ضمير الوصل والفيرب تو بي يقول ذا ميت ايتن يسترداي ووز نايس وصلت اللحمة اللي اتاكلت امبارح كانت جميلة يبقى كده يا شباب يونت 3 كله اتلم معاك في 10 دقايق بالظبط تقدر تلم يونت 3 بطريقه سهله وخالص وبسيطه يلا بقى نحل مع بعض من كتاب المعاصر طلع كتاب يا شباب تمام طيب يلا يا شباب كده طلع كتاب بتاعك بيقول لي بيج 12 نمبر 1 بيقول لي نيم ذا اكتور نيم ذا اكتور سبيس بليز صلاح الدين خلي بالك معايا
لان هنا ابص دايما على اللي قبل النقط، اللي قبل النقط اشوفه عاقل ولا غير عاقل، مكان ولا زمان. طب ركز معايا، بيقول اكتر ده ممثل عاقل، يبقى على طول ركز في مين؟ هو. ومين تاني؟ وهو. ركز بقى معايا، بص على بعض النقط اللي بعد النقط، فعل ولا فاعل؟ فعل. يبقى دايما اخد مين؟ هو. دايما هو هي اشمل اكتر من هو. اوكي طيب نمبر 2 it's a said بيتقال ان he was a man. يلا محمد، ها من ده ايه؟ عاقل. طيب انا هاخد بعده ايه يا مستر؟ انا هاخد برضه بعده هو. طيب عندي يا مستر هو وعندي ذات. قال لي بس ذات appears ده كده مضارع، الجمله اصلا بيقول لي it's a said اتقال يبقى جمله ماضي، ولا he was يبقى جمله ماضي، يبقى ناخد هو. ها هو appear. هو يا جماعه appear. نمبر 3 بيقول لي محمد ناجي، وده طبعا عاقل. يلا يا استاذ، ها يا محمد ناجي. هو ما ينفعش هنا ذات في الجمله دي يا مستر، عشان في كام، في كام، في هنا كام وهنا كام. ومحمد ناجي سبيس was known as جدو was a famous footballer. دي قلنا معلومه اضافيه ان هو معروف باسم جدو، اهم حاجه ان هو famous ايه؟ فوتبول. ها روبرت ده عاقل برضه. يلا يا شباب، ها روبرت ايه؟ يلا حسين عاقل. عاقل يبقى ايه؟ هو. I don't know with. خلي بالك معايا كده، قال لي طالما في حرف جر اركز دايما في مين؟ في هوم وفي ويتش. طب قال لي خلي بالك معايا، هنا في شخص في عاقل about the loan، لون يعني القرض، يبقى انا اقول اخد مين؟ هوم. يبقى طالما في حرف جر يبقى اخد مين؟ هوم. اللي بعده يبقى هوم I should speak literally. نمبر 6 بيقول لي I have three cousins، عندي ثلاث اولاد عم. Two of A are famous doctors. ها؟ هوم. خلي بالك معايا كده، يبقى ناخد هوم طالما في حرف جر ناخد هوم. اللي بعده نمبر 7 is that the flat، flat ده مستر ايه؟ غير عاقل صح كده؟ was advertised in the paper last week، اعلنت عليها الاسبوع اللي فات. هو طبعا ما ينفعش هنا كمكان ان ما عملش حاجه في الشقه، فهنا بدول التي اعلنت في الجريده الاسبوع اللي فات، يبقى مش هل دي الشقه اللي اعلنت في الجريده الاسبوع اللي فات؟ يبقى ناخد هنا غير عاقل، يبقى ناخد وش. اللي بعده سيوا ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. غير عاقل، يبقى ناخد برضه مين؟ وش. طب ينفع يا مستر ذات؟ اصلا مش جايب لي هنا ذات. طب شامل السين از اداي يوم سبيس مارك، مارك سين معناها يحدد، ها ذا بيجيننج اوف سبرينج، يبقى برضه ناخد مين؟ وش. غير عاقل. ذات ذا سكول ان، طالما في حرف جر ناخد وش. طيب سميرز، احنا قلنا طالما في حرف جر مع العاقل هو، مع غير عاقل ايه؟ وش. يلا نمبر 11 يلا يا استاذ احمد، ها سميرز هاوس which عشان هاوس غير عاقل. طيب حلوه which. ها the meetings العمر the meetings ايه؟ I attended today were long and boring. which برضه هنا غير عاقل. طيب بيقول هنا can you please repeat the name، ممكن تعيد الاسم of the medicine بتاع الدواء؟ الدواء ده مستر عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. which مفيش which، ايه اللي حل محلها؟ ذات. يبقى ذات بتحل محل العاقل وغير العاقل. طيب يبقى ناخد ذات. نمبر 14 the browser ده عاقل، المفروض هو، مفيش هو. يبقى ذات. يبقى ذات، هو واحد يقول لي طب ما هو اهي، قال لي بس خلي بالك ده بعدها فعل، احنا لازم هو بعدها ايه؟ فاعل. فاعل، مفعول يعني بعدها فاعل. وصلت ولا لا؟ حل محل المفعول يعني بعدها ايه؟ فاعل. 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 He lost the book، هو فقد الكتاب. Space him last week. ركز بقى معايا كده. المفروض هنا تقول لي which island. Which ايه؟ island. طب موجودة which island؟ لا. لا، إذا هنا من حالات حذف ضمير الوصف، لو جه بعدها لو كلمة مفعول يعني بعدها ايه؟ فاعل، يبقى انا بحذفه، يبقى هنا المفروض اصل الجملة كده. He lost the book which I lent اللي انا سلفته له. طيب يبقى ينفع نقول على طول I lent. لأن انت قلت which I، فانت قلت لي ان ضمير الوصل لو جه بعده فاعل يحذف ضمير الوصل، احذف ضمير الوصل، يبقى نقول ايه؟ I lent على طول. وصلت؟ طيب اللي بعده A supermarket is a large shop، محل كبير. طيب ده مكان صح كده؟ طيب ممكن يبقى غير عقل لو بتعمل فيه حاجه يبقى مكان. بص يو كان باي ميني ديفرنت ثينجز، تشتري منه حاجات. يبقى ده مكان، بس ده باخد مين على طول يا باشا؟ وير. اللي بعده 17 ها ذا بريزنت فيزيتد تشاينا، زار الصين، يبقى وير. ها يلا عمر ايجيبت از ذا لاند وير. وير تمام. موسكو لا محمد وير. The restaurant المطعم space فادي is having dinner has a great salad bar. خلي بالك معايا برضه المطعم يبقى مكان وير.
طيب ذا ويكند از ذا تايم ده كده وقت احنا قلنا الوقت ناخد على طول مين وين يلا يا شباب يبقى سريع معايا كده ها تقول لي ذا ويكند از ذا تايم وين لو اي حد من الناس اللي شايفنا على اليوتيوب دلوقتي لقيت ان في جمله مش فاهمها كويس ابعتها لي في الكومنتس وانا هرد عليك ان شاء الله طيب 22 I have just finished a novel انا خلصت روايه خلي بالك معايا انت قلت لي دايما لو عاقل او غير عاقل طالما في حرف جر ناخد يا اما هوم مع العاقل يا اما ويتش مع غير العاقل يبقى ناخد هنا مين يا جماعه؟ ان ويتش ودايما بنشيل المكان او الزمن اللي برضه اللي بعدها هناخد برضه ان ويتش طب ليه يا مستر ان؟ لما اقول لك انا I just finished a novel انا خلصت الروايه ان ويتش ذا مين كاركتر اللي الشخصيه الرئيسيه فيها يبقى ضمير الضمير هنا عايد على مين؟ على الروايه، عايد على مين؟ على الروايه. طيب هناخد حرف جر ايه؟ انا قصدي المين كاركتر الشخصيه الرئيسيه اللي جوه النوفل. وصلت؟ يبقى ان ويتش، اللي بعدها نفس الكلام. وي ديسكاست المناقشه اللي احنا وي ديسكاست ان. يبقى اقول ان ويتش، يبقى هنا حرف جر بناخده حسب الجمله. 24 These are the fields هنا معناها حقول او مجالات هنا دي معناها حقول. Space we grow corn، corn يعني ذره. خلاص اللي بنزرع ذره فيها فين؟ في الحقول دي يبقى ناخد حرف جر مين؟ ان ان يبقى ان ويتش. قال لي طب ده مكان المفروض ناخد وير هو في وير؟ لا احنا قلنا دايما اللي معاه الوير تساوي ويتش ومعاه حرف الجر. طيب I like reading novels بحب قراءة النوفلز الروايات وسبيس اندنجز اللي نهايتها بتكون سعيدة. نهاية الروايات يبقى ملك ومملوك يبقى ناخد مين يا شباب؟ جوز جوز. اللي بعده مصطفى بوكس الكتب بتاعته يبقى برضه مين؟ جوز. ايه 27 27 Those are the people دول الناس. الناس دي يا باشا ايه؟ ها؟ الناس دي ايه؟ جوز. جوز جوز كار جوز ايه؟ كار. طيب 28 28 Is that woman هذه الست سبيس باج اللي شنطتها اتسرقت يبقى برضه جوز. I met the doctor قابلت الدكتور سبيس كار اللي عربيته يبقى برضه جوز. ها we'll give a prize to the company للشركه اللي اكسبورت صادراتها بتكون كويس صادرات الشركه يبقى برضه جوز. ها هانز سبيس كار اللي عربيته يبقى برضه جوز. خلي بالك معايا مالك مملوك الاسم اللي بعد النقط على طول مملوك للي قبل النقط. Five of the girls خمس بنات اساميهم يبقى جوز. طيب وات بقى بنستخدمها انت مستر دايما اللي بتلاقي قبلها فعل خلاص وتيجي بمعنى ما يعني بص كده جمله هاف يو سين سين ادي فعل اهو هاف يو سين وات شي بوت فروم هو انت شفت خلاص اللي هي اشترته من البوك فير اللي هو معرض الكتب بص شي لوكد ان ذا ميرور هي بصت في المرايه تو سي عشان تشوف وات ذا نيو دريس ووز لايك الفستان كان عامل ازاي خلاص شي كودنت اندرستاند ادي فعل اهو يا عبد الرحمن عشان تركز لا فعل لا اهو خلاص تيجي معنى ما هي مش فاهمه وات هي سيد اللي هو قاله I listened carefully and I سمعت بحرص to what mom said اللي ماما قالته carefully to all طالما في قول انت قلت لي يا مستر في شويه حاجات كده بتاخد مع ده على طول اللي هما مين يا مستر؟ many much few little تاني كده many much few little all none nothing something يبقى ناخد مين يا شباب؟ that that كل دول يبقى that انا اقدر طيب احنا قلنا يا شباب لو في verb ing ممكن يحصل ضمير الوصل هو الفيرب اي جي عبد الوصل والفيرب تو يعني بص جمله ايه؟ ذا ساين ذا بوي المفروض هنا تقول لي ايه؟ هو از رايدنج طب موجوده هو از رايدنج؟ لا فشال هو شال از وار رايدنج على طول وصلت؟ اللي بعدها ذا ساينتست المفروض تقول لي كده ان العالم ده ويتش سوري هو ووز اونر اللي اتكرم هو ووز اونر اللي اتكرم شال ذا ساينتست خلاص شال مين بقى يا مستر؟ شال هو وشال ووز وقال اونر على طول ذا ساينتست اونر يسترداي طيب نمبر 40 يقول لي ذا سيرجن الجراح سبيس هوم يبقى قال لي مستر هنا خلي بالك هوم يبقى بلا حرف جر يبقى بقى طب حرف جر ايه؟ قال لي حسب والله الفعل اللي بيكون عامل تيلي معاه حرف جر اباوت مثلا انترست معاه ان توكي معاه مثلا اباوت تو وهكذا فهنا توت يبقى توت دي اباوت طب نفس الكلام بعدها بس شي اسكت مي ان امبريسنج كويستشن سبيس ويتش اي كودنت ريبلاي ريبلاي معاه حرف جر تو يبقى تو what you have done اللي انت عملته is a big mistake خطا كبير space which you should apologize apologize يجي معاها حرف جر فور يبقى فور احفظ كده الحرف جر I have no idea انا ما عنديش فكره who was at the door هنا هو مش ضمير وصل هنا بمعنى من على الباب من على ايه؟ على الباب ده الاسئله اللي على يونت 3 لو حد فيكم في جمله متلخبط فيها او مش فاهمها ابعتها لي في الكومنتس
تاني حاجه قبل ما ابتدي في يونت 4 دلوقتي ما تنساش دلوقتي لو انت مش مشترك في القناه مش هيجي لك الفيديو بتاع اليونت اللي جاي ان شاء الله ومراجعه للامتحان. انزل دلوقتي اضغط لايك وسيب لي كومنت واعمل شير لاصحابك واشترك وفعل الجرس.